أربع مؤشر اتش اكس 30 من الصعود ويبدأ يواجه عقبات في مسيرته الصعودية. مؤشر اي جي اكس 70 هيكون عنده فرصة جيدة، والأسهم الصغيرة هيكون عندها فرصة جيدة جدا للتفوق والصعود أكتر من مؤشر اي جي اكس 30. يعني نقدر نقول إن دخول مؤسسات أجنبية إلى السوق أدى إلى إن المؤشر الرئيسي يتجاوز حاجز ال 5800 نقطة، بالظبط، والمتوقع إن هو بيتجاوز ال 6000 نقطة كما ذكرت الأسبوع المقبل إن شاء الله. وبعض المحللين بيقولوا إنه ده هيؤكدوا كمان الاستمرار في خريطة الطريق المرسومة بهذا الشكل. يعني بما ان احنا بنعزي الصعود اللي على مدار 3 شهور ماضية طلع السوق حوالي 1500 نقطة من 4500 لغاية تقريبا 6000 نقطة دلوقتي، يعني حوالي 30% تلت قيمة، اكتر من 30% تلت قيمة المؤشر، بنعزيها لاسباب سياسية. فطبعا الاستمرار في خارطة الطريق من شأنه ان هو يعزز من حركة المؤشر السعودية. واحنا كمان شفنا ان الاستمرار في قدما في خارطة الطريق، شفنا النهاردة تغير في لهجة صندوق النقد الدولي اللي كان بعد 30/6 مباشرة كان قال ان هو لا يفكر في التناقش مع مصر في مسألة القرض. النهاردة كانت كريستين لاجارد قالت ان هي مستعدة للدخول في مفاوضات مع مصر. طبعا مصر اصبحت في الوقت الحالي ما هياش مزنوقة زي الاول لهذا القرض، لكن تغير موقف الصندوق بيؤكد ان التحرك للامام على الطريق السياسي في مصر من شأنه انه يحسن اوضاع كتيرة سواء في البورصة او في الوضع السياسي وعلاقة مصر بدول خارجية كتيرة. شفنا برضو تحسن من دول كانت بتحذر من السفر لمصر، الوضع اختلف كثيرا في الفترة الاخيرة ودول رفعت حظر سفر مواطنيها لمصر خاصة في المناطق السياحية. كمان لهجة كريستين لاجارد اللي اتغيرت بشكل 180 درجة بشأن النقاش حول قرض الصندوق بيؤكد أهمية الاستمرار بشكل والإصرار على المسيرة بتاعة خريطة الطريق في نفس التوقيتات اللي تم تحديدها من قبل. طيب اليوم البورصة ألغت 11 عملية على أسهم البنك المصري لتنمية الصادرات بسبب ما ذكرت أنه تلاعب ومخالفة لقواعد سوق المال اللي بتحظر إجراء عمليات أو إدراج أوامر بمدن التداول بالبورصة بغرض الإيحاء بوجود تعامل على ورقة مالية أو التلاعب في أسعارها. تعليقك إيه على هذه الخطوة من جانب البورصة؟ هو في الحقيقة دايما لما يكون فيه اتجاه سعودي قوي وفيه سيولة عالية، طبعا السيولة بدأت ترجع للسوق المصري، السيولة النهاردة كانت 510 مليون جنيه، وأنا أعتقد إن السيولة دي على الرغم من إن هي أعلى من المعدلات اللي اعتدنا عليها خلال الفترة الأخيرة في البورصة المصرية إلا إنها أقل بكتير مما نأمل، وأقل بكتير من حجم الصعود اللي احنا بنراه على أسعار الأسهم. كلما ارتفعت أحجام السيولة وأحجام التداولات البورصة المصرية كلما ارتفع الصعود والاتجاه الصاعد أصبح يحظى بحدة في الصعود، كلما انتشرت عمليات التلاعب. عمليات التلاعب ديت نتمنى ان هي مش مجرد ان يتم الغاء العمليات، اولا احنا سعداء ان فيه يقظة للرقابة على التداول وبتقدر ان هي تكتشف ذلك، لكن نتمنى ان هذه التلاعبات نسمع اخبار انها اتحولت لاتخاذ موقف قانوني ضدها، وكنا سمعنا في 2008 و2009 اجراءات مماثلة واحكام قضائية بالسجن في تلاعبات على اسهم شبيهه زي اسهم باينير واسهم النيل لحليج الاقطان. هذه التلاعبات اللي من شانها ان هي تضر بمحافظ المستثمرين لازم يكون في اجراء قانوني ضدها، مش بس الغاء التعاملات، مش بس كمان طبعا الرقابه على التداول دي بتتم من داخل البورصه، احنا كمان عايزين اجراءات شبيهه من الرقابه الماليه. هيئه الرقابه الماليه ما زال لسه في مستثمرين كتير بيئنوا من تلاعبات مجالس الإدارة، وكان آخرهم اليوم سهم العربية للاستثمارات والتنمية اللي مستثمريه رفعوا مذكرة لهيئة الرقابة المالية. نتمنى أن هذه التلاعبات اللي بتتم تحت غطاء قانوني يكون فيه إجراء رادع وحاسم
تجاهها من هيئة الرقابة المالية، اللي هي أساسا مهمتها الرقابة على العملية في سوق المال والحفاظ على أموال المستثمرين من التلاعب. نعم. طيب نتحول لأداء القطاعات النشطة اليوم، يمكن كان من أبرزها قطاع التشييد والبناء العقاري والاتصالات والخدمات المالية والبنوك. تحليلك لأداء هذه القطاعات وما هي القطاعات الواعدة برأيك؟ التشييد والبناء أصبح ما بيظهرش كتير دلوقتي في قائمة القطاعات النشطة. نعم. بسبب خروج أوراسكوم للإنشاء، وخاصة بعد عملية التنفيذ اللي تمت الأسبوع ده. لكن قطاع العقارات هو القطاع الأكثر ظهورا خلال الأيام الأخيرة، ما زال قطاع العقارات، وزي ما احنا شوفنا في فئات المستثمرين نشاط من المستثمرين العرب، وقطاعهم المفضل هو القطاع العقاري. لما تيجي حضرتك تبص على التحركات اللي حصلت في البورصة في خلال الفترة الماضية، قطاع الاتصالات خرج منه أسهم شركات مهمة كانت بتحظى بدرجة كبيرة جدا من التداولات، منها موبينيل، منها أوراسكوم تيليكوم اللي تم الاستحواذ على جزء منها، ومنها حتى أوراسكوم الاتصالات لما وزعت كوبون كبير قلت قيمة السهم، فبالتالي أثرت على قيمة التداولات في هذا القطاع. قطاع البنوك أيضا خرج منه عدد من الأسهم المهمة، على رأسها سوسيتي اللي تم الاستحواذ عليه من قطر الوطني. فبيتبقى قطاع العقارات محتفظ بكل أسهمه القوية، وهو من أكثر القطاعات المرشحة للنمو على فكرة في الفترة المقبلة بحسب تحليل عدد كبير من الخبراء، وبيأتي بعده قطاع الاتصالات وغيرها من القطاعات الأخرى. منهم أنا يعني منهم القطاعات أنا برشح قطاع العقارات للنشاط، لأنه ما زال محتفظ بالشركات الكبيرة كلها موجودة في البورصة وما زالت مقيدة. وأعتقد أن معدلات التضخم اللي شهدتها مصر في الفترة الماضية لم تنعكس بالكامل على أسعار العقارات، فبالتالي قطاع العقارات يعني مع زيادة الاطمئنان ومع تحسن الوضع شوية، أعتقد أن قطاع العقارات قد يشهد طفرة كالتي شهدها في منتصف العقد الماضي، وعشان كده قطاع العقارات من القطاعات اللي في إقبال عليها. أما قطاع الخدمات المالية فما زال سهم إرماس اللي كان شهد انخفاضات قياسية بعد فشل صفقة الاندماج مع الشريك القطري، وبعد توزيعات ما زال من الأسهم اللي بتحظى بإقبال كبير، خاصة مع أنه دلوقتي في سعر منخفض جدا، وطبعا في مجموعة أيضا من الأسهم أيضا اللي تشهد نشاط زي بايونيرز وغيره، لكن طبعا نجم القطاع هو سهم إرماس. يعني دي القطاعات اللي نشطة، وطبعا قطاع البنوك يظل دايما من القطاعات الواعدة، وكان في تحركات مهمة اتخذها البنك المركزي بتزود نشاط البنوك، وانا اعتقد ان نتائج اعمال البنوك هتنعكس عليها على هذا القطاع خلال الاعلان عن نتائج الاعمال القادمة. طيب نروح لاداء المستثمرين اليوم، وبنجد ان هناك قوة شرائية للمستثمرين العرب والاجانب، وبعكس طبعا المصريين اللي كان هناك سلوك بيعي. تحليلك الى اداء هذه الفئات من المستثمرين؟ طبعا هتكلم عن المستثمرين المصريين الاول، لان العرب والاجانب تطرقنا ليها شويه. المستثمرين المصريين كانوا في الفتره الماضيه طول الوقت مشترين، كل يوم بنشهد شراء من المستثمرين المصريين كل يوم في اسعار كانت متدنيه. اعتقد ان بعد هذا الصعود القياسي لمؤشرات البورصه المصريه وتحقيقها لاعلى مستوى على مدار عام كامل، اصبحت هناك مراكز رابحه كتير لدى مستثمرين مصريين، لان هم اللي كانوا بيشتروا في وقت ما كان السوق نازل. فبقى هذه المراكز الرابحه من حقها ان هي تعمل جني ارباح ولو جزئي من هذه المراكز. اما في المستثمرين العرب فيعني منعكس تماما على سلوكهم النشاط اللي شاهدناه في قطاع العقارات. احنا كمان علاقه مصر في الفتره الاخيره بالعديد من الدول العربيه اللي كانت متوتره تحسنت خلال الشهور الاخيره، يعني فعشان كده بدا العرب ينشطوا مره ثانيه في السوق المصري، وتاثيرهم واضح في القطاعات
الخاصه بيهم، قطاع العقارات وقطاع الاقطان وغيره. اما المستثمرين الاجانب فانا يعني بلفت نظر حضرتك ان احنا اشرنا لصفقات الاستحواذ اللي تمت من خلال مؤسسات اجنبيه ديت دايما خلال الايام الاخيره الاسبوع ده والاسبوع الماضي مديه للمستثمرين الاجانب يعني ثقل ايجابي كبير. الاسبوع اللي فات كنا بنشهد شراء من المستثمرين الاجانب بصافي اكثر من 70 و80 مليون في الجلسه الواحده، فده يعني اعتقد انه بيفسروا صفقات الاستحواذ اللي تمت اللي تم اجراءها خلال الايام الماضيه. طيب قبل ما اختم مع حضرتك الحلقه، يعني في تساؤل ممكن يكون حد مواطن بسيط في الشارع بيساله، انا نفسي بساله، هو البورصه ليه ما تاثرتش بقرار الحكومه الامريكيه بتعليق جزء كبير من مساعداتها لمصر الاسبوع الماضي؟ بالعكس حققت البورصه مكاسب بلغت 10 مليار. كمان ليه احنا مش متاثرين بالازمه الماليه الامريكيه؟ طبعا الوضع في امريكا في مشكله كبيره، يعني الوضع في امريكا كان موضوع الخلاف حول الميزانيه واللي على اثره حصل موضوع الاغلاق الحكومي الجزئي، واحنا داخلين يوم 17 اللي جاي فرصه لاقرار سقف الدين الامريكي. اعتقد ان البورصه المصريه وعلى مدار 3 سنين ماضيه كانت منفصله تماما عن اداء الاسواق العالميه خلاف كل بورصات العالم. الطبيعي ان مصر بتمشي مع بورصات العالم، وطبعا القائد البورصه القائد هي البورصه الامريكيه، لكن احنا لما كانت هذه البورصات بتحقق مستويات قياسيه اعلى مستويات في تاريخها تحققت خلال الشهر الماضي في مؤشر داو جونز الصناعي وكل المؤشرات الامريكيه، كانت مصر بتواجه لسه انخفاضات، مصر بعيده جدا عن اعلى مستوياتها. فعشان كده البورصه المصريه زي ما انفصلت عنهم وهم بيصعدوا وبيحققوا ارقام قياسيه في الوقت اللي هي كانت بتنخفض في البدايه ما بيخسروا ولا ما بنتاثرش. لما احنا تخلصنا من هذه الاسباب السياسيه احنا ايضا في الوقت الحالي يعني الربا دارت النافعه زي ما بيقولوا، يعني عشان احنا كمان وضعنا السياسي تحسن بشكل يجعلنا اقوى من اننا. طيب الجزء المتعلق بالتعليق المساعدات الامريكيه لمصر وعدم تاثر البورصه بهذا الخبر، او يعني اعتقد مستويات السيوله في مصر في الوقت الحالي افضل بكتير من الفترات السابقه، كما ان المساعدات العسكريه لمصر عاده بيبقى ليها شروط بتقلل بشكل كبير من حجم الاستفاده بيها، فهي ملهاش تاثير كبير على الاقتصاد المصري. ليها تاثير طبعا لان في الاخر يعني حتى لو راحت 1.3 مليار ده بتستفيد بقدر يسير منه، ليها تاثير لكنه مش بحجم ال 1.3، اقل بكتير. والمواطن المصري العادي ومنهم المستثمر في البورصه كلهم مدركين صغر هذا التاثير. طيب اخيرا هل لك توقعات بشان ما بعد العيد، اداء البورصه ما بعد العيد؟ ان شاء الله يعني مع هذا الزخم اللي بنشهده في البورصه المصريه وفي حاله ان ما حصلش تطورات شديده السلبيه في الاسواق العالميه، البورصه المصريه ما زالت لسه عندها مستهدفات ايجابيه جيده جدا، 6200 ده اقرب حاجه، ما زالت قادرة على تحقيق مستويات أعلى من هذه المستويات. شكرا لك الأستاذ محمد سعيد خبير أسواق المال، شرفتنا النهاردة في مؤشر النيل، شكرا لك. شكرا مشاهدينا على حسن المتابعة، وتلتقون مع أولى حلقات مؤشر النيل مع استكمال أداء البورصة المصرية يوم الأحد المقبل بإذن الله بعد موجز 7 مساء بتوقيت القاهرة. إلى اللقاء.